بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسعدني أن أهنئكم ببداية سنة قبتية جديدة، وبس عايز أقول تنويه في الأول. شهر طوبة السنة دي 5 أسابيع. الأسبوع الأولاني كان 1 توت في أرينا إيريات عيد الناروس، بعد كده اتبقى لنا كم أسبوع؟ 4. فقدامنا طريقتين، يا إما نقرأ من أول النهاردة يبقى 1 2 3 لغاية 4 أسابيع ما يخلصوا، وده اللي عمله الكوبتك ريدر، عشان اللي بيفتح كوبتك ريدر حيلاقي إيريات مختلفة. ولكن احنا هنا في الدايوسيز وأمبر فايل والناس دي كلها قالت ان لا، ده الحد الخامس ليه قراءات خاصه. فالحد اللي فات اللي اتقرد مكانه قرايات عيد الناروز يبقى كده الحد الاولاني فات، فالنهارده بنقرا الحد ايه تاني، والمره الجايه الثالث، واللي بعديها الرابع، وما يجي الحد الخامس بتتقري قرايات الحد الخامس اللي هي قرايات عيد البشار، عشان تبقوا ايه متابعين. الكنيسة بتصلي لنا في رايحي من عيد الناروز لغاية عيد الصليب. والمزمور والإنجيل النهاردة، المزمور بيقول يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك يتهلل جدا. ولما كنت بفكر في أبونا بشوي في الحياة اللي في السماء، السماء فيها 3 حاجات: محبة وفرح وسلام. إيه العامل المشترك اللي بين المواضيع اللي أنا بقول لكم عليها دي كلها؟ طقس الكنيسة والمزمور والإنجيل في تلك الساعة تهلل يسوع وحياة السماء. إيه العامل المشترك بينهم كلهم؟ الفرح. فأنا عايز أكلمكم النهاردة عن إيه؟ عن الفرح. ليه بنتكلم عن الفرح؟ لأن الفرح الحقيقي اللي هنتكلم عليه هو ده اللي اسمه مذاقة الملكوت. لو أنا عايش الفرح ده يبقى أنا بعد نفسي للملكوت. طول ما انا عديم هذا الفرح، طول ما انا لسه بعيد عن الملكوت. لكن كالعاده اي كلمه بنتكلم عليها بيتذكر لها اسامي كتير، او الشيطان بيحاول يحطها تحت مسميات كتير. فممكن نلاقي مثلا ان في فرح يسموه الفرح الزمني، اللي هو فرح الانسان فين؟ في الجسد، او فرح الانسان في الروح. ممكن الانسان يبقى فرحان في الارض او فرحان في السماء. ويشوع بن سراخ بيقول مخافة الرب تلذ للقلب وتعطي السرور والفرح طول الأيام. في فرح تاني اسمه فرح أبدي، اللي هو فرح الإنسان في السماء، وده هو الفرح الكامل الذي إيه لا يوصف ولا ينتهي. يقول في أشعية مفدي الرب يرجعون ويأتون إلى سهيون اللي هو السماء بترنم وفرح أبدي، على رؤوسهم ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنهد. يعني أنا عايزكم هقولها تاني، تخيلوا موكب الصاعدين للسماء اللي أكملوا جهادهم على الأرض، وممكن تخيلوا مثلا دولت في الشهداء اللي كانوا بتوع ليبيا، أو أي إنسان بيكمل جهاده بأمانة، يقول كده مفدي الرب اللي استفادوا من خلاص المسيح يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي، على رؤوسهم ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنهد. قلنا في فرح زمني، في فرح أبدي، في فرح خارجي اللي هو من بره. لما واحد يقول لك ده وإيه وتضحك، أو واحد يديك مبلغ أنت مش متوقعه وإيه وتبتسم، أو أقل حاجة واحد يبتسم في وشك فأنت إيه بعد ما كنت لمؤاخذة عمل اي منظر تاني، تقوم انت لما تبص للمنظر ده تعمل ايه؟ تبتسم. بس كل ده حاجات من ايه؟ من بره.
يشوع بن صراخ يقول ايه؟ ده مش طالع من القلب يعني، ده قشره كده. يقول لا غنى خيره من عافية الجسم ولا سرور يفوق فرح القلب. لا سرور يفوق فرح القلب. عشان كده بعد الفرح الخارجي هنقول على الفرح الايه؟ الداخلي. الفرح الداخلي ده طالع من جوه، حياة رضا وسعادة وسلام وعشرة مع الله. وفي المزمور يقول يفرح الصديق بالرب ويحتمي به ويبتهج كل المستقيم القلوب. وفي نوع تاني فرح اسمه الفرح الخاطئ، يعني واحد يفرح في شماتة كده في سقوط عدوه، واحد مثلا كان مضايقك وجات له مصيبة، فانت تقول شفت ربنا يمهل ولا ايه؟ يهمل، وربنا انتقم لي منه. ايه يا عم؟ طب وانت لما يجي عليك الدور هتقول ايه؟ ها؟ لا، ده فرح خاطئ. واحيانا يكون برضو الفرح الخاطئ مصدره المعاشرات الردية. واحد يقول لك يا عم انت كل اسبوع تروح الكنيسة، تعال مفرفش يلا يومين في فيجاس كده. وطبعا فيجاس بدل التسبيحة هيبقى فيه ايه؟ وبدل القداس هيبقى فيه ايه؟ انتوا بعضكم عارف يعني، يا رب ما تكونوش عارفين. وبعد كده في الفرح الحقيقي. كم نوع احنا قلنا؟ الفرح الحقيقي هو اللي جزء منه الفرح الداخلي اللي هو مصدره الله وعشرة القديسين. يقول كده بولس الرسول افرحوا بالرب في كل حين واقول ايضا افرحوا. الحقيقة انا قبل ما اكلمكم عن الفرح كنت عايز اكلمكم على الله والفرح، يعني هل الله فرحان ولا الله مش فرحان؟ تفتكروا ايه؟ ها؟ مش فرحان؟ ها، مين يقول الله فرحان ومين يقول الله مش فرحان؟ اللي بيقول الله مش فرحان يبوز. الله، ده انت بتقول الله فرحان كده مش كده؟ الله طبعا فرحان وخلقنا للفرح. الله فرحان وخلقنا للفرح. صفة من صفات ربنا هو الفرح الدائم. يقول كده الرب إلهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرحا. تاني، الرب إلهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك ايه؟ فرحا. لما يسندك كده ويرفعك من الضيقة هو بيبقى فرحان بيك. ومش بس ان الله فرحان، الله خلق الانسان ايضا للفرح. وقال كده لما خلق ادم حسن ايه؟ جدا. وحتى لو ما الانسان اخطا وافسد الصوره الالهيه وكان عليه حكم الموت، هو ليه الموت؟ من اجل ان هو يفدي هذا الايه؟ الانسان. عارفين فرح ربنا بينا زي فرح الاباء العاديين باولادهم، لان احيانا الاباء بيتحولوا يعني الاباء اللي هم بيبقوا فرحانين باولادهم مهما عملوا في النهايه ده ايه؟ ابنك، وانت بتبقى ايه؟ فرحان بيه. فالله هو فرحان، هو مصدر الفرح، وخلق الانسان للفرح واعد للانسان افراحا ابديه. قال كده في بيت ابي ايه؟ اما يجي يتكلم على دخولنا السماء اول حاجه يعملها ايه المسيح؟ عارفين؟ يقول يمسح كل دمعة من عيوننا. يعني احنا لو اتقرصنا كده في العالم وتعبنا مرضنا بكينا حد تعبنا حد اتقتل استشهد، يقول يمسح كل دمعة ايه؟ تخيلوا كده، انا عايزك تتخيل واحد متألم والمسيح بيحط ايده على عينيه كده وبيمسح الدموع ايه؟ من عينيه. تحس بايه؟ ها؟ تفرح ولا تكمل العياط؟ هتفرح طبعا. بيقول كده في كرونسس الأولى 2 ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعد الله للذين إيه؟ يحبونه. الله إذا كان هو إله الفرح وأعطانا أن احنا نفرح، السيد المسيح كمان مثلنا للفرح. السيد المسيح أعطانا إنجيل الفرح، الإنجيل اسمه بشارة إيه؟ مفرح. والسيد المسيح اتولد بهتاف ملائكة وقام بالأفراح. يعني بداية الكتاب المقدس ونهاية الكتاب المقدس كلها بتمثل ايه؟ أفراح، أفراح الميلاد وأفراح القيامة. وحتى علشان هو عارف ان احنا في العالم وهنتعرض لضيقات،
كلمنا عن الفرح في الضيقة. قال افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء من إيه؟ قبلكم. الله دايما يا أحبائي يبارك القلوب الفرحة الإيه؟ الشاكرة. لأنك عمرك ما هتفرح لو كنت غير إيه؟ شاكر. فإذا كنا قلنا الله فرحان وهو مصدر الفرح وهو خلقنا للفرح وعد لنا فرح في الأبدية، والسيد المسيح أعطانا رسالة فرح وأعطانا بميلاده تهليل السماء وبقيامته كل الفرح ده، نلاقي أن كمان أنا بتكلم على الفرح مع الأقانيم، يعني اللي يحب ياخدها ثيولوجي شوي، يلاقي أن الفرح دي ثمرة من ثمر الروح الإيه؟ محبة، فرح إيه؟ سلام. ده الفرح الحقيقي الدائم. يقول أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام. ده في حاجة بقى تانية لو أنتوا يعني عجبكم الفرح وتكملوا، في فرح الامتلاء بالروح القدس. يعني الروح القدس يثمر جواك فرح، لكن الروح القدس كمان لما تتملي بيه تفرح. القديس مار إسحاق بيقول حينما تمتلئ النفس من الروح القدس تتحرر من الكآبة والضيق والضجر، وتلبس الاتساع والسلام والفرح بالله، وتفتح في قلبها باب الحب لسائر الناس. ممكن أقولها لكم تاني دي؟ يقول إيه؟ حينما تمتلئ النفس من الروح القدس تمتلئ، تتحرر تماما من الكآبة والضيق والضجر، الناحية السلبية هتروح، وتلبس الاتساع والسلام والفرح بالله، وتفتح في قلبها باب الحب لسائر الناس. أنا أقول لكم على حاجة تلاحظوها، في واحد ممكن يقول لك كلمة كده، يعني كلمة زي الدبشة كده، في واحد ياخدها على نفسه وتلاقي نفسه زعلت وتعب ويرد عليه بزلطاية ولا زلطين، وفي واحد ياخدها بإيه؟ بفكاهة كده، يقولوا إيه، يحولها ضحكة كده. صدقوني إحنا في معاملاتنا مع بعض ياريت تاخدوا التدريب ده. الجواب اللين يصرف إيه؟ الغضب. الجواب اللين يصرف الغضب. لما حد يقول لك كلمة كده توجعك، بدل ما تقول بقى أنا هبقى ملطشة وأديله على دماغه عشان ما عملهاش تاني، قول له إيه كلمتين حلوين كده مقبولة منك، الله يسامحك، أنا استاهل يا عم أنت. ده داود اللي كان ملك قال عن نفسه إيه لما الرجل ده شتمه؟ قال الرب قال له اشتم داود. تخيل. طيب إيه سمات الفرح بقى؟ يعني أنا يبقى شكل إيه عشان أبقى فرحان فعلا فرح مسيحي؟ أول حاجة الفرح بالله، يعني مش فرح بأي حاجة تانية. يعني إحنا مش فرحانين عشان ما خدنا الكاس ولا كسبنا الدوري ولا أنا فرحان عشان خدت سلطة ولا أنا فرحان أي حاجة. كل دي أفراح مؤقتة، في الآخر كله بإيه؟ بيتساوى. لكن الفرح بالله هو فرح العشرة مع الله. يقول كده في المزمور 16 جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي. يعني أنا الحضور الدائم لله في حياتي عن يميني لا أتزعزع، وبعد كده يقول إيه؟ فرح قلبي وابتهجت روحي. يبقى الفرح المسيحي هو فرح ناتج عن حضور الله في حياة الإنسان. يبقى ده هيرد على السؤال، طب افرض في مشكلة، افرض في ضيقة، افرض في تعب، افرض في حزن، افرض في اضطهاد، افرض في مرض، ربنا إيه؟ عارفين كده؟ طالما عندي ربنا من له الله له كل شيء. يقول كده من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على إيه؟ الأرض. قديس أغسطينوس بيقول إن شئت أن يكون فرحك ثابتا باقيا التصق بالله الثرمدي، ذلك لا تعتريه تغيير بل يستمر ثابتا إلى الأبد. لأن الفرح ليه بيتغير؟ لأن فرحنا كله مبني على حاجات إيه؟ وقتية. أنا عايز العربية دي، جبتها فرحان، بعد شوية اللي بعدها بقى خلاص. وصدقوني صدقوني الناس اللي عندهم كل حاجة برضو ما بيحسوش بالفرح. انا قلت لكم قبل كده ان من الدول الحكومة واخدة بالها منها قوي شعبها قوي الاسكندنافيان كونتريز اللي هم زي الدنمارك والنرويج والحتت دي، الناس بتدفع 60% ضريبة.
بس في نفس الوقت الناس ما عندهاش اي مسؤوليه, يعني ال 40% الباقيين دول بتجيبيها اللب, يعني كل حاجه الدوله واخده بالها منها, لدرجه بيقيسوا مستوى المعيشه بيقول لك مثلا ان كل 3 افراد هناك عندهم عربيتين, كل 3 افراد عندهم عربيتين في الشعب كله, ومع هذا اعلى نسبه انتحار فيهم. ليه؟ لانهم مش فرحانين. يعني انا باكل احسن اكل وبعدين بلبس احسن لبس وبعدين باخد اعلى درجه وبعدين باخد اكبر سلطه وبعدين, لكن الفرح بربنا يستمر ثابت الى الابد. يبقى اول سمه من سمات الفرح اللي احنا عايزين نحصل عليه ونحياه هو فرح بالله ثابت لا يتغير. الحاجه الثانيه انه فرح كامل. يعني فرح ايه كامل؟ يعني فرح ينبع من الداخل من سكن الله في قلبي ويخرج على ايه؟ مظاهر التعبير الخارجي. خليني اقول لكم حاجه, في فرق كبير قوي بين ابتسامه واحد يعمل عارفين الفيشل اكسبريشنز دي, واحد كده يقول لك ابتسامه صفرة, سمعتوا عليها دي؟ وفي واحد يديك ابتسامه من جوه ايه؟ قلبه. عشان كده انا هقول لك خلي وشك مرايه قلبك, خلي وشك مرايه ايه؟ قلبك. لو قلبك فيه سلام وشك هيبقى فيه ايه؟ سلام. لو قلبك مليان اضطرابات عامل زي البحر الهايج, وشك بعد الشر بعد الشر بعد الشر يقول لك ده ايه بيتنططوا عارفين القصه دي؟ فاحنا عايزين نعيش الفرح الايه الكامل ده, اللي هو يبدا من الداخل ويخرج الى الخارج. كده المسيح في يوحنا 17 ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. بيقول الكلام ده امتى؟ وهو بيتقدم للصليب, وهو بيتقدم للصليب بيقول لكي يكون لهم فرحي كاملا فيهم. الفرح ده لا يقوى عليه حتى الموت من قوته, يعني عارفين المحبة تقال عنها كده, لكن الفرح اللي من جوه ده, عشان كده عمرنا ما شفنا شهيد بيعيط ولا بيبكي ولا تعبان ولا نفسي ابدا ابدا. قديس أوس بيقول كلمة حلوة قوي, بيقول ايه؟ لا ينزع احد فرحكم منكم لان فرحكم هو يسوع المسيح. بسيطة وسهلة, المسيح هو سر فرحي. اللي ياخد اللي عايز ياخد فرحي لازم ياخد الاول ايه؟ مسيحي. طب ده معناه ايه بقى الكلام ده كده ايه؟ يعني معناها ان فاقد الفرح هو فاقد لايه؟ للمسيح. ازاي ده انا مسيحي ومتعمد وبتناول كل اسبوع؟ بس المسيح مش الملك على حياتك. لهم صورة ايه؟ وينكرونا. دعي بالاسم مسيحي لكن بالفعل بعد الشر. لسانه لما يتكلم غضبه مميت, اسلوبه غير لائق. طب هو ده المسيح اللي قال تعلموا مني لاني وديع متواضع القلب؟ يبقى سمات الفرح المسيحي فرح بالله, فرح كامل وفرح دائم. ليه؟ لانه مرتبط بحياه الايمان والتسليم. يؤمن كل انسان مسيحي ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه. ابونا ميخائيل ابراهيم كان عنده ابن تور اسمه ابراهيم تنيح. فالناس كانوا يقولوا حاجه غريبه جدا, يقولوا الناس اللي كانت بتروح تعزيه كانت بتتعزى بيه, ولما وقف يصلي قال له ايه؟ قال له اشكرك يا رب لانك استرديت الوديعه والهديه اللي انت اديتها لي. طب هل موت حاجه زي كده دي ما تهزش الانسان؟ لكن هو سر فرحه هو ايه؟ عشان كده ده فرح ايه؟ دائم. قديس انطونيوس بيقول النفس دائما تتربى بالفرح السماوي وتسعد به وبه تصعد الى السماء فهو غذائها الروحي. طيب ايه المجالات اللي انا هحس فيها بالفرح ده؟ اول مجال تشعر فيه بالفرح هو التوبه. فرح الايه؟ التوبه. سمعنا التعبير ده كتير, يقول لك يا ابونا انا لما جيت اعترف كنت حاسس على كتافي ايه؟ حمل تقيل, وبعد ما اعترفت ايه؟ خلاص. اوقات ناس تقول كتافي وناس تقول ايه حجر في قلبي وحسيت ان انا ايه. واوقات اقابل ناس يقول احنا بقالنا سنين تعبانين من هذا الايه؟ من هذا الامر. فرح التوبه لا يعادله فرح اخر, لانه هو التخلص من الخطيه وقيود الشيطان
وتحرر. فرح الغفران، واحنا عارفين ان التوبه بتجعل فرح في السماء، هكذا يكون ايه فرح في السماء بخاطي واحد ايه يتوب. الحاجه الثانيه انه فرح في الفرح، احنا قلنا فرح التوبه، فرح العطاء. العطاء فيه مشاركه، ان انا لما بدي بشارك. ويقول المعطي المسرور يحبه ايه الرب. يعني انت عارفين فرق بين المعطي الجلده اللي بيقطع من جلده، فاكرين بطرس البخيل؟ كان واحد اسمه بطرس وكان بخيل جدا، وكان عنده ارض، وكان بخيل حتى على نفسه. فكان يجي له ده في السنكسار، الخدام بتاعه يجيب له ايه خبزية ناشفة كل يوم، هو نفسه يعني افقر فلاح ممكن ياكل خبزية ناشفة وحتة جبنة قريش، ده يعني الغلبان. ولو يعني حب يدلع نفسه يجيب له في الفلاية من الغيط ولا حاجة، ده يعني كده ابتدى يخش في الرفاهية. يعني البيض بيبيعوه والسمنة بيبيعوها وكل حاجة، ده الفلاح الغلبان يعني، حتة جبنة قريش ولقمة ناشفة. فواحد غلبان قاعد يزن عليه يزن عليه، فراح ضربه بالرغيف الناشف، فيوميها حلم بالليل ان هو مات نيح، وان في ملاك مسك وكفت حسناته ما فيهاش غير ايه. فقام تاني يوم وعمل ايه؟ وزع كل حاجة. ليه؟ لان هو شاف عينيه اتفتحت، فرح في الايه في العطاء. موسى الاسود بيقول اعطي المحتاجين بسرور ورضا، لا تخجل بين القديسين وتحرم من امجادهم. قلنا فرح في التوبة، فرح في العطاء، واعلى مستوى بقى في الفرح المسيحي الدائم ده هو الفرح في التجارب. فرح في التجارب ازاي؟ ده بيقول احسبوه كل فرح يا اخوتي. انت عارفين الفرح في التجارب ده عامل زي ايه؟ عارفين اختبارات الكليات العسكرية يعملوا لهم امتحانات ايه كتيرة، واللي ينجح يومه ايه يدخلوه. طب لما يدخلوه هيدلعوه يعني؟ لا، ابو زياد طلعوا منه راجل. فاحيانا ربنا يلاقي حد فينا كده عنده ايه، عنده شوية قامة روحية بسيطة كده، يقوم يسمح له بالترقية. دي اسمها اختبارات التجارب، دي هي اختبارات الترقية. والشيء الجميل المعزي ان الله لا يدعكم تجربون فوق ايه طاقتكم. فبيقول يعقوب كده احسبوا كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. واحنا شفنا واحد زي ايوب ربنا عوض عليه بايه بالضعف من كل حاجة. قديس الأنبا بخميس بيقول تقبل كل التجارب بفرح عالما بالمجد الذي يتبعها، فإن تحققت من ذلك فلن تمل من احتمالها لدرجة أنك تطلب من الله أن لا يصرفها عنك. لدرجة الأنبا بولا قول الوحيد بتاعه من يهرب من الضيقة يهرب من إيه؟ من الله. عشان كده في أي تجربة في أي دقيقة نقول ما قاله أيوب، قال لها ايه؟ تتكلمين كإحدى من الخير من الله نقبل والشر لا نقبل، كل حاجة نأخذها كما من يد ايه الله. اخر حاجة ايه البركات بقى اللي انا هاخدها في حياة الفرح اللي احنا بنتكلم عليها ديت؟ اول حاجة هتديك قوة، هتحس ان انت انسان قوي. الفرح هو مصدر القوة النفسية والجسدية والروحية. نحمية يقول كده لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. فأي قلق أو أي اضطراب هيروح نتيجة هذا الفرح. وفي يوحنا المسيح يقول لنا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. مفيش قوة ممكن الإنسان ينالها أكتر من هو قوي. حتى لو احنا قسنا نفس الموضوع على انواع الفرح التانية اللي مش من الله، هنلاقي برضو الانسان الفرحان حاسس ان هو يمتلك الايه كل شيء. تاني حاجة غير القوة، الفرح هيدينا حياة الامان والاطمئنان. نقول كده زي بولس الرسول في رومية 8، نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده.
واحنا حتى في القداس بنقول املأ قلوبنا فرحا ونعيما. اخر حاجة ان الفرح اذا كان هيدينا قوة وهيدينا الامان هيدينا عربون الفرح السماوي، هيدوقنا السماء شكلها ايه. خلينا اقول لكم على حاجة، احيانا احنا بنترك الخطية علشان ما نزعلش ربنا، لكن ما بنتركش الخطية واحنا عارفين ان في حياة سمائية تنتظرنا اثمن وافضل بكثير جدا 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 مما نتركه. لدرجة واحد من الاباء قال ان كل ما تركته من اجل الله على الارض ستجد انه لا يساوي شيئا امام المجد الذي ينتظرك في السماء. يعني يجي واحد يقول لك مثلا ايه، انا فلان ده مزعلني مش هسامحه. يا عم سامحه، ربنا بيقول يعني سامحه. لا لا لا، يقول ربنا بيقول احبوا اعدائكم. لا 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 لا، ده مش ده. وبعدين ربنا ينخس قلبه كده فيسامح، وبعد ما يسامح وبعد عمر طويل يطلع السماء فربنا يقول له تعالى حبيبي انت سامحت في الحاجة الصغيرة دي. فاكرين المثل بتاع الملك والعبدين؟ تعالى بقى خد مجد ابدي، بقى خد ايه مجد ابدي. يقول بطرس الرسول آية جميلة في 1:8، إن كنتم لا ترونه الآن، اللي هو الملكوت، إن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. وربنا استخدم الأسلوب ده علشان يشدد الناس في فترة الاضطهاد. يعني أقول لكم مثل استفانوس، احنا بنصلي في كنيسته ده، لما الناس قاعدة تضرب بيه بالطوب عشان تعمل له مالتيبل فراكشرز وتروماز وبليدنج وكل الحاجات اللي بتؤدي للموت البطيء دي، يقوم ربنا يفتح عينيه ان يشوف السماء مفتوحة والمسيح جالس عن يمين ايه. طب ايه رأيكم بقى لو واحد شاف المنظر ده وضربوه بطوبة هيقول لهم ايه؟ ها، هاتوا تاني، هاتوا تاني. ليه؟ لان في مجد، في مجد. اهو ده اللي احنا عايزين نعيشه بقى. يعني احنا عايز اعمل لكم ديسنسيتايزيشن، اخلي ما تبقاش عندكم ريسبتورز، يعني ما عندكوش استقبالات للالم، ما تحسوش بالالم لانكم عايشين فين؟ في السماء. اللي يعيش على الارض يبقى كل حاجه مقياسها بالنسبه له التراب، واللي يعيش في السماء يبقى كل حاجه بالنسبه له مقياسها فين؟ في السماء. فاللي يعيش في السماء ويعيا يقول لك ايه يعني، ما هو الجسد ده هيموت، هيموت. يعني هقول لكم ايه، انا يعني مش قادر اتكلم، لكن في حالات الواحد بيشوفها في الخدمه تستغربوا على عمل ربنا. عمل ربنا عجيب، عمل ربنا عجيب. ربنا يدينا الفرح اللي مليان قوه، مليان امان، مليان تشويق لينا لان احنا نعد لملكوت السماوات. قديس أغسطين أنطونيوس بيقول كما أن الأشجار إن لم تشرب من الماء لا يمكنها أن تنمو، هكذا النفس إن لم تقبل الفرح السماوي لا يمكنها أن تنمو وتصعد إلى العلاء. يعني أنت بتشرب من مياه الروح القدس على الأرض فبترتوي بالفرح، ولما ترتوي بالفرح نفسك وعقلك وفكرك يبقى في السماء، ولما نفسك وفكرك وعقلك يبقى في السماء تقدر تعيش حياة أبدية. يقول أما نحن فلنا فكر المسيح. أنا يقول أما نحن فسيرتنا في السماويات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا كل فكري كل حياتي فين؟ في السماء. ياريت بقى إيه نوزع فرح على بعض كده، يعني إحنا هناخد الفرح من ربنا ونشاركه مع إيه؟ مع الناس. فكل واحد فيكم في القداس هيغمض عينيه ويصلي ويقول له يا رب أنا عايز لا يملك على قلبي شيء إلا أنت، ولو انت ملكت على قلبي قلبي هيبقى مليان فرح، ولو قلبي اتملى فرح اقدر ان انا اكون متمتع بيه واقدر اشاركه في كل احد. وانا بوزع وانا بناول وانا بوزع لقمة البركة عايز اشوف فرح ايه من القلب. مرآه الوجه مرآته الايه؟ القلب. ابتسامة كده وكلنا نبتسم في وش بعض. واوعى يكون حد مزعلك ولما يجي عليه سكته في دورك تروح ايه؟ مكشر. لا، ربنا يحافظ عليكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن.